اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة المغرب الحاضر. لا يوجد جدر القرد. الرباط من مراكش 26 ماي 2022، 3 حالات لا تثبت. الأربعاء لم يتم تأكيد حالات الجدر الثلاثة المشتبهة فيها، وأكدت التحاليل المخبرية في المستشفى المراكش العسكري أنه ليس هو المرض المشكوك فيه. ومع ذلك فإن وزارة الصحة المغربية ما زالت على حذر وتدعو السكان إلى احترام قواعد النظافة الصحية وإبلاغ السلطات الصحية بسرعة في حالة ظهور أعراض المشبوهة. جدر القرود ليس بجديد، تم العثور على حالة الأولى منذ أكثر من 50 عاما، وذلك في بلاد الكونغو في السنة 1970، ومنذ ذلك الحين حدثت عدة حالات ولكن كانت نادرة. ولم يزد العدد الخارج عن إفريقيا إلا منذ سنة 2022. ووفقا لمعهد روبرت كوخ في ألمانيا، فإن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر نادر جدا، ومن الممكن فقط إذا كنت على اتصال وثيق بشخص آخر أن تقع العدوى. فإن خطورة الإصابة المرض أقل بكثير مما هو عليه في كورونا، ولكن من المهم أكثر من ذلك عزل الشخص مصاب في الوقت المناسب حتى لا يصاب أشخاص آخرين بالعدوى. وبالتالي فإن عملية إغلاق الحدود من جديد ليس مرجح على الإطلاق، ووفقا للمعرفة الحالية، ولأن مشكلة الجدرى لدى القرود ليست كوباء كورونا. وشكرا جزيلا وإلى اللقاء.